يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي لا يستطيع إظهار دينه من الدعوة للتوحيد والتحذير من البدع ويجبر على ارتكاب المعاصي هل تجب عليه الهجرة؟ بلا شك إذا قدر عليها تجب عليه، ولا يجوز له أن يبقى في بلد لا يقدر على إظهار دينه أو يجبر على فعل المحرمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم. فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. نعم.